achieved through exercise. تمام؟ بمعنى آخر أنا هون عم بزيد حجم المسل فايبر بلس ايذر انه انا بزيد. طبعا هلا الهايبرتروفي هو حيكون نوعين، مايوفايبر هايبرتروفي او ساركوبلازميك هايبرتروفي. يعني نحكي عنها طبعا ساركوبلازميك كمان بيحكوا عن الفيك ماسلز. هلا المايوفايبر هايبرتروفي انه انا بزيد حجم المسل عن طريق انه ازيد الفايبرز اللي فيها، هذا هو المايوفايبر هايبرتروفي. زي ما احنا شايفين هون، شايفين هاي عندي ماي فايبر، شوفوا هدول الوايت سيركلز ريبريزنت المسلز، او اني بزيد حجم التنتين في انكريز ان سايز، بس هاي يعني انكريز فشوشي ما فيها ماي فايبر وهاي فيها ماي فايبر. يعني بمعنى اخر فيك مسلز مش فيك مسلز. طب كيف انا ممكن اعمل فيك مسلز او ممكن ما اعملش فيك مسل؟ عن طريق سوائل. ايه سوائل. هلا عن طريق طريقه الاكسرسايز، عن طريق طريقه الاكسرسايز. كيف يعني طريقه الاكسرسايز؟ هلا يعني بدي احاول ان شاء الله تفهموها، يعني كيف بدي احكي لكم اياها. هلا بالاكسرسايز لما تروح على الجيم في عندك شيء اسمه سيتس، وفي شيء اسمه ريبس، وفي شيء اسمه ريست. سيت ريبس ريست بروح على الجيم بيعرفوها مع الترينر. هلا السيتس، السيت انه انا اعمل اكسرسايز حركات معينة. خليني أترجمها، يعني مثلا لو أنا بدي أعمل الحركة هيك 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 وهيك، هاي الأربع حركات هدول كلهم بعتبرهم one set. هلا كل مرة بعيد نفس هدول الحركات بعتبرهم reps repetition. يعني هدول الحركات الأربع اللي أنا بعملهم I repeat them 10 times 15 times 20 times. طيب هلا كمان في عندي ما بين كل هدول اللي هم السيتس في عندي والريبس في عندي ريست، يعني بعمل هدول الاربع حركات 10 مرات and I take a rest، برجع بعيدهم كمان مرة 10 مرات and I take a rest. هلا اللي بيحدد اذا حيصير عندك ساركوبلازميك هايبرتروفي او مايوفايبر هايبرتروفي غالبا غالبا ايش رايكم؟ الريست. كمان كل ما اخذت ريست تايم اكثر انت تقدر تبني مسلز جديده بكل بساطه. بينما اذا انت عملت انتنس اكسرسايز كونتينيوس بصير عندك مسلز بس ما بصير عندك فايبرز كثير. فهمتوا ولا اعيد؟ وصلت؟ خلص ممتاز. اذا تو جيت ساركو هاي موجود عندي هون اكسبلانيشن اذا بدكم تقراوه، بس بدنا نعرف ايش الفرق بيناتهم. هلا هون برضو بفرجيني، شوفوا كيف هاي المصل اذا بدي ازيد الفايبر، شوفوا مثلا بختار برضو مرات نوع الاكسرسايز اللي دور اللي هو مثلا اذا انت عملت ويت ليفتنج هيفير ويت بيعزز انه يصير عندك ايش؟ مايوفايبرال هايبرتروفي. بينما اذا عملت انت مثلا ويت ليفتنج بس لايتر ويت ايش بيعزز انه يصير عندك ايش؟ الساركوبلازم. يعني شوفوا مثلا هيفير ويت لسترين مور سيت لونجر ريست بيريود بيعمل لك مايوفايبر هايبرتروفي. يعني بكل بساطه بدك تكون مور بيشنت مع المايوفايبر. هلا الشيء الثاني الساركوبلازميك لايتر ويت مور ريب لسترين شورتر ريست بيريود. يعني الاساسي هون الريست بيريود. السيتس برضه السيتس اكثر بالماي فايبر من الساركوبلازم. فهلا اذا انت بدك تعمل ماي فايبر لازم انه تعرف مع بدايه الاكسرسايز. هلا اذا انت ما بتروح على الجيم، بلشت تروح على الجيم اول فتره بصير في عندك دامجينج للمسلز، وبعدين ايش بصير في عندنا ريبيلد لمسلز مسلز جديدة مع ايش؟ نيو فايبرز واكثر. فهذا اللي عم بيصير لما بتروح على الجيم اول ثلاث شهور بيكون لسه جسمك بيبني. هلا ايمتى تبلش تظهر معك النتائج فعليا؟ after at least 6 months to 1 year من روحتك على الجيم ببلش يبين معك اذا انت يو جين مسلز. طبعا اكيد مع الدايت وكل هاي الاشياء بتعزز هذا الشيء. المسل هايبربليجيا بتختلف عن هايبرتروفي انه
fibers. هلا ايش الميكانيزم؟ طبعا اذا بدنا نفس الشيء هون increase the muscle fibers زي ما قلنا مع الاكسرسايز بصير في عنا يعني بصير في عنا splitting. هلا بشكل عام المسل فايبرز بتكاثر بالسبليتنج they split وكمان بايش زي ما قلنا الوجود الساتلايت سيلز ساتلايت سيلز they can fuse and form new muscle زي ما احنا شفناهم هون. شوفوا لي الساتلايت سيلز هاي هون تطلع من دمج المسل and they fuse and ايش lead to يعني لما بصير في دمج بصير في عندي growth. طبعا هذا الدمج بيكون يعني كيف بدي احكي لكم هذا الدمج اللي بيؤدي لبعدين ايش نتيجه افضل واللي هو ايش بيلد نقول muscles بيكون stronger with more muscle fibers. طبعا احنا اخذنا بالبرنامج سكلت المسلز كانت ديفايد كمان سكلت المسلز كانت ديفايد المسلز بحكي لك عن الفايبرز هو الفايبر هو نفسه اللي بيمثل لا هلا في عندك تتذكروا لما هو الإشي حكينا في عندك مسل سيلز أو نقول عن سكيلتال مسل سكيلتال مسل بصير لك سب جروبينج صح؟ مش في عنا اللي هو إيش متذكرينهم؟ البندلز هلا بتضلك تتوصل للمسل فايبر هلا لاحظ المسل فايبر بنفس الهايبرتروفي نفس المسل فايبر طبعا المسل فايبر فيها المي فايبرين اللي هم الاكتين والميوسين اوكي هلا اذا انت زدت المي فايبرين بالمسل يسترينثن ذا سيل هلا الهايبر بلاجي اللي هي انكريز ان ذا سيلز اي ثينك هون طبعا المقصود فيها اللي هي ان ذا مسل فايبر سيلز المسل فايبر سيلز بس انت ايش قصدك انه المسل فايبر بدهم ديفايد يعني سيلز بديش اخذ معها كمان هاي انه المسل قسم انه بس عندها سلايد يعني بتدمج تميز المسل هلا السلايد شفناها عندنا كونفيوز اند ميك نيو هاي فايبرين دكتور انه العضله نفسها بس انه بتتضخم ما بتنقسم ما بصير يعني مش عارفه هيك فين هون لا هي بتتضخم هاي سبليت انتو تو اور مور سمولر فايبرز بجوز المسل مين فايبرز معناها بجوز مين فايبرز نفسها اللي بالمسل بس بجوز الهايبرتريجيا اللي هي انكريز ان سايز انكريز ان نمبر بجوز بيكون ان كانسرز كيسز يعني بالكانسرز كيسز بجوز الهايبرتريجيا يعني شيء اب نورمال كانسرز احنا بالسايز انا صح بالمسل انا حكوا بالسايز كريت ان سايز بس بتزيد الهايبرتريجيا قلنا انكريز ان سايز ان سايز اوف ذا مسل نتيجه either increase in my fibrin number أو ال 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 ما ال 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 كيف شغله المسل يوزد اور يوزد بشكل عام المسل بدها تريننج اكسرسايز اي مسل انت ما بتستعملها بتصير هضمور يعني عشان هيك بتصير عند الاشخاص بكبر بالعمر بيكونوا الاكتيفيتي تاعهم قل وبالتالي بتبلش المسل تصير له ويكنس اكثر وتبطل مثلا الرجلين وتحملهم صح بطلوا يكون عندهم قدره على انهم يعني يوقفوا نيجي للمسل الاتروفي المسل الاتروفي هو ديكريز اوف ذا توتال ماس اوف ا مسل هلا المسل ماس ديكريز قد تكون نتيجه ديزيزز مثلا شفنا مسكلر ديستروفي كان في كمان مسل اتروفي صح او نتيجه مشاكل ثانيه يعني المسل دينرفيشن اللي هو لو بصير في عندنا بقول مشكله بوصول الاكشن بوتنشال للمسلز نتيجه اسباب كثيره ممكن تكون ديزيزز او يعني بقول انجلز هاي الاشياء بتؤدي انه مسل لوز نيرف سبلاي يعني لو واحد صار معه اكسيدنت برجله وصار في كتله نيرفز اللي بتغذي الرجل مثلا الليك وهيك او الفوت فايش بصير بتضمر تضعف اذا هو يعني بتنتبه معه شلل اذا ما على فكره لازم التريننج يكون مباشره اذا ضل فتره من سنه وسنتين ما عم تريننج بعدين يعمل تريننج ما حيصير في ريكفري هلا المسل اتروفي لو بصير انه بصير في عندي
للبروتينات الموجودة بالمسلز عن طريق بروسيس اسمها ATP dependent ubiquitination proteasome pathway. بكل بساطة يعني هون أكيد لما بحكي لك عن البروتين إيش أقصد إيش حيصير له؟ الإنزيمز الموجودة بلس المي فايبر بأكثر المي سنة. هلا عم يصير إنه يصير في ليبلينج لهدول هذا البروتينات الموجودة في المسلز ببروتين اسمه أبيكوتين. هذا الأبيكوتين شايفينه يو بي. هذا الأبيكوتين بيعلم البروتين ويخليه تارجت للبروتيسوم. شايفين أكيد البروتيسوم زي المطحنة. البروتين اللي معلم بالأبيكوتين بيروح على البروتيسوم، البروتيسوم تطحنه وتحوله لفوليبيبتايدز كي أو شورت بيبتايدز. فهذه البروسيس اللي هي ديجريديشن أوف البروتين هي تكون very active عند الأشخاص اللي عندهم مصل أكتيف. أو طبعاً اللي مثلاً صار له أكسيدنت وبقعد بضل مثلاً بالتخت ممكن 6 شهور لما يتحرك وبيبلش يصير عنده أكتيف. صح؟ هلا في عندي الساركوبينيا تشبه الأكتيفي بس سببها مختلف. الساركوبينيا اللي هي loss of muscle mass and strength نتيجة الأجيج. نتيجة الأجيج. هلا إيش بصير مع الأجيج؟ هلا بحكوا إنه هاي البروسيس بتبلش يعني بآخر الثيرتيز beginning of forties يعني صراحة early مش إنها too late. هاي البروسيس بتبلش وتتسارع نتيجة the decrease in physical activity وكمان عنا اللي هو نتيجة الأيج قلنا الأيجينج البوستر تتأثر بصير في عندي decrease in myosin وميتوكوندريال protein synthesis rates و reduction in ATP production و protein turnover وكمان من الأشياء اللي بتعزز الجود مسلز اللي هو الانسولين الانسولين برودكشن. هلا الاشخاص اللي عندهم دايابيتس نتيجه نقص الاكسجين الساركوبينيا عندهم بتكون اسرع من الاشخاص العاديين. فهي هون ببين لي انه اذا ما في اكسرسايز بياثر طبعا على الانسولين هون زي ما احنا شايفين له دور بالبيوجينسيس اوف ميتوكوندريا وبالتالي بقل الانسولين بقل عندي الميتوكوندريا بيوجينسيس تعطينا الطاقة. فعشان هيك بصير في عندي الساركوبينيا. ايش الفرق بين ميل اند فيميل اتليتس؟ بشكل سريع الميل هاف لونجر لارجر بونز ذان فيميلز وهذا اللي بيعطيهم قدرة انه يعملوا سبورت لايك ثروينج كيكينج اند هيتينج بينما الفيميل عندهم وايدر بلفيك ولور سنتر اوف جرافيتي فبيكونوا افضل بالسبورتس اللي بدها بالانس. زمن الجيمناستكس وهاي الأشياء. السترينج الميل مسلز are more strong than female. هلا هرمون التستوستيرون بيعزز deposition of amino acid in protein in bones وبالتالي بالسكريتال مسل عينين وبالتالي بزيد السترينج بتاع المسلز. استروجين في دوره بزيد deposition of fat بتكون عند الفيميلز أكثر وبصير في deposition of more fat عند الفيميل than males. الاندورانس اللي هي القدرة على التحمل بشكل عام قدرة الفيميلز انهم يحولوا الانرجي اللي from glycogen او from fat to ATP اسرع من الميلز. فيعني اختلافات اشي بعض الرياضات الفيميلز ممكن يكون افضل فيها من الميلز يعني حسب نوع السبورت والعكس طبعا. ليفر سيستم الضغطي. هلا ليفر سيستم المقصود فيه انه احنا يعني كل الرافعات الموجودة هلا وأغلب الرافعات هي فعلياً تعتمد أو ترجع لمبدأ الليبر سيستم الموجود في الجسم. حتى يصير في عندي أنا إزاحة الليبر سيستم شايفين تتكون من فالكرام اللي هو هاد شو مشي كامل فالكرام أو بايفوت الارتكاز في عندي إفوت وفي عندي لود. هلا الليبر سيستم بجسمنا الليبر فالكرام اللود والإفوت الإفوت اللي هو الفورس أبلاي تو ليفت لود. هلا الليبر البونز عندنا بتكون الليبر ارم اللي هي هاد الجوينت اكت اس فالكرام او الفايبوت قلنا عنه لود اللي هو الويت اوف ذا بودي او اذا كنا احنا نشيل ويت وعندنا المسلز هون زي ما قلنا بروفايد ايفورت فورس تو موف لودز اللي هي نفسها الليبر بتكون. فبشكل عام بنقسم الليبر سيستم
إلى 3 classes. أول class الفايفوت between الفورس واللود. شايفين زي هون. واللي هو مثال على التطبيق عندنا إن الرأس ثقل الرأس الخلفي بيسحب الجسم لورا والجوينت أو الفك الجو أو الفك بيسحب ثقل لوين للأسفل فبصير عندي بالانس. وين نقطة الارتكاز اللي هي موجودة هون؟ هاي الفرق. كلاس 2 إنه بيكون عندي اللود بين الفورس والفالكرا أو البايفوت زي منطقة القدم هون. كلاس 3 بيكون عندي الفورس بين الفورس هاي المرة اللي هي بين اللود وبين الفالكرا اللي مثال عليها الأرم. نقطة ارتكاز هون، هون عندي الفورس وهون عندي اللود. فهاي ثلاث أمثلة على ديفر سيستم وأنا معطيك عليها مثال. الكلاس 1 زي مبدأ السيسو، كلاس 2 زي مبدأ العرباية، أنا نقطة الارتكاز في البداية زي ما احنا شايفين هون، وكلاس 3 اللي هي زي لما بنمسك احنا بإيدينا اللود أو الثقل بنحركه. الكترومايكروغرام اللي هو الجهاز اللي يستخدم حتى يقيس إذا الشخص باراليسيس، مصل ويكنس أو سبازم. وطبعاً نتيجة بعد الأكسيدنت أو الحس عنده خلل أو ما عنده قدرة يحرك، روح بعملوا الكترومايوغرام اللي هو تخطيط حتى يشوفوا إذا في أكشن بوتنشال بتيجي على المسلز قد إيه الستريكت أوف ذيس أكشن بوتنشال. في عندنا السيرفس والإنترامسكيولار، طبعاً أكيد الإنترامسكيولار ضغط لأنه بحطوا فيه نيدل تدخل أن يتمجر الأكشن بوتنشال إكزاكتلي. شو بيعتمد حسب ايش هم يعني حسب الديتيريوريشن وحسب اذا بتقدم مثلا نقيسه بالسيرفس ما بيعمل الانترانسكيولر، اذا ما وجد شيء بالسيرفس بيعمل الانترانسكيولر. بضل الوقت لازم نخلص صراحه بلشنا شوي. طيب almost done. هلا exposed exercise oxygen consumption oxygen debt. هلا شوفوا لي هاي المنطقه يا طلاب هون. هذا الأكسجين ده بكل بساطة قلت لكم قبل شوي إنه بيكون في عندي أكسجين مخزن بالمسل سيلز مع الميوغلوبين صح؟ وقلنا لما بعمل أنا هيدي إكسرسايز بستهلك كل هذا الأكسجين. هلا بمنطقة بمرحلة الريكفري اللي هي اللي بعد الإكسرسايز ببلش الجسم يرجع يخزن أكسجين من جديد، بخزن على مرحلتين، مرحلة يسموها الفاست ريبلينشمنت ستيج. طبعا قد إيه كمية هذا الأكسجين؟ إلى مليلتر 3.5 بيكونوا أول مرحلة وهي بتكون الفاست. بخزن عندي 3.5 لتر بمرحلة الفاست ريبلينشمنت ستيج ونتيجة ريبليس أكسجين يا ريسنتز وستور فوسفات كرياتينين كرياتين عينين والسلو اللي هي بتخزن 8 لتر بتحتاج فيو أورس. فإذا بس هون بدنا نعرف إنه after exercise ترجع مباشرة المسلز أول شغل بتعمله بتعوض الأكسجين اللي كان مخزن واستهلكته المسل. رح أعطيكم بس المين ايديا هون سورس كارب والفات. هذا الشيء يعني لمين بيجي الدايت تعرفوا أنتوا يعني بشكل عام أول سورس عندنا الكارب مسل جلايكوجين والبلد جلوكوز وبالنسبة للفات الميرماسكولار تريجلسرايد والفري فاتي أسيد. وهون بس بكل بساطة بفرجيني العلاقة بين الـ intensity of the exercise وكمية الطاقة اللي إحنا نستهلكها. بس بدنا نعرف كم proportional. آخر شيء حنحكي اللي هو muscle power. هلا هون بيهمني بس شغلتين. هذا الجدول بحكي لي maximum power achievable بيكون إمتى؟ بأول 10 seconds. بتبلش power تقل مع time. هاي العلاقة بدنا نفهمها. وهون time until complete exhaustion ال high carb diet هو أفضل شيء من ناحية إنه يعطيك energy لأنه بخزن لك more glycogen صح؟ مش الفاتي carb high carb. هذا بفيدك بالexercise. وهون بس هذا الجدول الثاني بحكي لي high carb diet it can give you power up to 240 minutes of exercise. هلا الميكس دايت بعطيني اندورنس اقل and high fat diet
بتعطيني كمان اندورنس اقل. عشان هيك للاسف تحس حتى الناس بتكون ناصحين كثير 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 بتحس هو ايش قدرتهم قدره مقاومتهم قدرتهم على التحمل اقل بكثير من الناس الجزء الحف منهم. السبب انه الفات ما بيعطيك طاقه سريعه، الفات بده وقت حتى يحترق ويتحطم نتيجه الاكسرسايز. تمام؟ اوكي خلصنا هاي المحاضره، ان شاء الله المره الجايه نكمل. يعطيكم الف عافيه.